وعلى التعليق على هذا الملف ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من اسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. مرحبا بك معنا. حياكم الله، مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريم. مساء الخير. بنتاغون قال كما تابعتم أنه ليس لديه نية للانسحاب من العراق وأن هدفه هو البقاء في الشرق الأوسط. كيف ترى موقف قادة الأحزاب السياسية والميليشيات الذين توعدوا بإخراج القوات الأمريكية؟ نعم، لا شك. بداية دعني أقول بأن الضربة الأمريكية التي جاءت على ميليشيات الحشد الشعبي في الفترة الماضية، بالإضافة إلى استهداف قادة مثل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، هذه الضربة الأمريكية أسست لواقع سياسي وعسكري جديد مختلف عما كان عليه في السابق. وبالتالي هناك، كما صرح وزير الدفاع الأمريكي، بأن هناك تغيير لقواعد اللعبة في العراق. هذه الميليشيات طالما توعدت في الفترة الماضية بأنها سوف تستهدف القوات الأمريكية وأن هذه القوات المتواجدة في العراق هي قوات محتجزة أو قوات تعتبر أسيرة، ويمكن لهم أن يستهدفوها بالصواريخ التي تطال الكثير من هذه القواعد. ولكن عندما بدأت الضربات الأمريكية وبدأ هناك تغيير في قواعد اللعبة، نرى بأن مثل هذه التهديدات الآن تقريبا تلاشت أو اختفت وتبدلت وتغيرت إلى الدعوة إلى المظاهرات وإلى الدعوة السياسية لإخراج هذه القوات من العراق. لذلك هناك إشكال كبير جدا في المشهد السياسي العراقي. هناك حكومة حقيقة مشلولة وهي حكومة تصريف أعمال وغير قادرة على لجم مثل هذه الميليشيات، ويخرج رئيس الوزارة ويتكلم بأنه الدولة ويجب استعادة مؤسسات الدولة، ولكن عندما تخرج قيادات هذه الميليشيات وتصرح وتعربد مثل ما تشاء لا أحد يعرضها إلى المساءلة القانونية، لأن هؤلاء ماذا يمثلون بالنسبة للحكومة العراقية وبالنسبة للدولة العراقية؟ هم ميليشيات، إذا كانوا ضمن القوات المسلحة فينبغي لهم أن يعملون ضمن القوات المسلحة، وإذا كانوا خارج إطار القوات المسلحة فيجب على رئيس الوزراء أن يتخذ الإجراءات اللازمة. لذلك نحن أمام إشكال سياسي داخلي كبير جدا، وهناك انفلات كامل لهذه الميليشيات وهي من تتحكم في مجريات الأمور في العراق. نعم، يعني كما تابعت أيضا سيادة العقيد، القيادة المركزية الأمريكية أكدت عزمها إرسال قواتها التابعة للواء 82 إلى العراق. من أين ستتحرك تلك القوات؟ أين ستكون أو يكون تمركزها كما تتوقع؟ نعم، لا شك الفرقة 82 هناك إعاز من قبل الحكومة أو الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك أعداد من القوات العسكرية إلى المنطقة، قسم منها إلى الكويت والقسم الآخر إلى العراق. ومن ضمن هذه القوات هي قوات المانزين، أي جنود الفرقة 82 المحمولة جوا، التي تتواجد في قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. وبالتالي تحريك لواء من هذه الفرقة إلى المنطقة بعدد 4000 من المظليين، والتي تعرف باسم اللواء الجاهز للنشر الديرب، وقد صدرت لهم الأوامر بأن يحزموا أمتعتهم وحقائبهم للتحرك إلى المنطقة. لا شك أنه جزء من التحسب الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك يمكن أن يكون هناك تصعيد في الفترة المقبلة، وبالتالي هي بحاجة لمثل هذه القوات لاستخدامها لغرض الردع والقيام بعمليات نوعية في العراق إذا ما تم استهداف فعلا المصالح الأمريكية في العراق أو في المنطقة. طيب، على ذكر استهداف المصالح، الميليشيات كما تعلمون طالما أكدت أن القواعد والجنود الأمريكيين هدف لتلك الميليشيات، هل أمريكا ترسل جنودها ليكونوا هدفا للميليشيات أم أنها متأكدة أنه لن يحصل شيء من هذه التهديدات؟ لا شك هم يقومون الان باستهداف بعض القواعد التي تتواجد فيها القوات الامريكيه، مثل ما تم استهداف قاعده بلد واستهداف عدد من القواعد الاخرى في التاج ومناطق اخرى. نعم. علما بانه الصواريخ التي تتواجد لديهم، يعني لا يمكن لجهه معينه ان تمتلك صواريخ تصل الى اكثر من 30 كيلومتر عدا ميليشيات الحشد الشعبي، وبالتالي هم يحاولون الان يتبرؤون من هذه العمليات ويقولون بانهم لم يقوموا مثل هذه العمليات. وراينا التصريحات التي تراجع في
فيها قيس الخزعلي وتراجع فيها هادي العامري عن استهدافهم للسفارة الأمريكية واستهدافهم إلى بعض القواعد العسكرية، وقالوا بأن هذه هي لتشويه صورة الحشد الشعبي في المنطقة. ولكن أنا أقول بأن هذه ستنتهي، يعني مهما حاولوا التبرير وحاولوا عدم الاعتراف مثل هذه العمليات، ولكن الفترة المقبلة إذا كانوا يريدون فعلا استهداف القوات الأمريكية فهذه القوات الأمريكية في زيادة وليس في نقصان، وسنرى بأنه هل لديهم الإمكانية لمواجهة القوات الأمريكية أم لا. أنا أعتقد بأن هذه جعجعة إعلامية ليس نعم. إلا هذا هو السؤال. ننتقل إلى موقف الحكومة وعادل عبد المهدي على وجه التحديد، الذي قال الصحيفة المونيتور أنه لا يؤيد الانسحاب الأمريكي كما يظهر في العلن. لماذا إذن تلك الخطابات المحرضة والداعية إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق؟ نعم، هذا الرجل لا يملك من أمره شيء. هذا الرجل تتحكم فيه ميليشيات الحشد الشعبي بشكل كبير جدا. هو عندما يحاول أن يظهر الآن صورة للحكومة بأن هذه الحكومة قادرة وأنها تحاول أن تتعامل مع المتغيرات الموجودة في المنطقة ومع القوات الأمريكية ومع الطلبات، طيب هناك متظاهرين خرجوا منذ الأول من أكتوبر ينادون بخروج النفوذ الإيراني من العراق، لماذا لا يقوم بإجراءات عادل عبد المهدي لغرض تنفيذ هذه الطلبات، طلبات المتظاهرين بإخراج النفوذ من النفوذ الإيراني من العراق؟ لماذا المطالبات باتجاه إخراج النفوذ الأمريكي فقط؟ أنا أعتقد بأن هذه هي إملاءات إيرانية، وهذه الإملاءات الإيرانية وصلت إلى الحكومة، لذلك هو يقوم بما تمليه عليه هذه الميليشيات التي تسيطر فعلا على المشهد السياسي والعسكري. ونرى الآن هناك تصريحات كثيرة لقادة الميليشيات هي خارج إطار الدولة وخارج إطار الحكومة وخارج إطار حتى ميليشيات الحشد الشعبي، يعني لا نسمع تصريح لفالح الفياض بينما نصلح تصريح لهذه القيادات. لماذا لا تحاسب هذه القيادات على مثل هذه التصريحات؟ لا، هناك إشكال حقيقي بأنه نحن أمام حالة لا دولة في العراق، هناك انفلات كامل وهناك عملية التفاف على مطالب المتظاهرين من خلال المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق. نعم، هل ترى أن الميليشيات والطبقة السياسية التي صوتت لإخراج قوات التحالف من العراق بإمكانها فعل ذلك، وإلا لماذا كان التصويت؟ نعم، القرارات التي تقدم إلى البرلمان يجب أن تقدم إما من رئيس الوزراء وإما من رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء تعتبر الحكومة حكومة مستقيلة، ليس من حقها أن تقدم القرارات وليس من حقها أن تبرم الاتفاقيات أو تلغي الاتفاقيات، وبالتالي يجب أن يقدم هذا القرار أو هذا القانون من خلال حكومة حقيقية منتخبة وموافق عليها من قبل الشعب. هناك إشكال حقيقي في عملية إدارة العملية السياسية في العراق، هناك حكومة مشلولة ولا تعرف ما لها وما عليها من واجبات، هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال فقط. هناك إشكال حقيقي حتى في مسألة البرلمان، هذا البرلمان هو فاقد للشرعية، ولم يصوت الكرد على مسألة خروج القوات الأمريكية، كذلك لم يصوت قسم من السنة أيضا على خروج القوات الأمريكية، وبالتالي هو طلب إيراني نفذ من قبل أتباع إيران في العراق من قبل الشيعة في هذا في هذا في هذا المجال. نعم. نحن مع إخراج القوات الإيرانية ومع إخراج القوات الأمريكية، حتى لا أحد يفسر بأننا قد ندافع عن القوات الأمريكية، نحن لا ندافع عن أحد، الجميع هم مسؤولون عما جرى في العراق وعما وصل إليه العراق، لابد أن يخرج الجميع الإيرانيين والأمريكان. نعم. ويجب أن تنفذ مطالب المتظاهرين في الفترة المقبلة. من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لك.